نوهت سفارة المملكة في بريطانيا بأنه على المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة ضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا التي سيتم العمل بها بدءا من 4 أكتوبر 2021، وتتضمن التالي: الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا، أو إجراء فحص كورونا خلال أول يومين من الوصول وتعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة، علما أنه لا توجد حاجة للحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة. مباشرة من لندن معنا مراسل الإخبارية مهند الراوي. أهلا بك مهند معنا، يعني كيف الحال؟ هو بداية حال كورونا في بريطانيا عموما ولندن على وجه الخصوص، وما أهم ما صدر عن السفارة السعودية في لندن؟ نعم، مساء الخير عليك الأخ حسن وعلى المشاهدين الكرام. في الحقيقة بريطانيا بعد التقدم الحاصل في التطعيم، في برنامج التطعيم ووصولها إلى 80% من البالغين، بدأت بتغيير كافة القوانين الخاصة بالحجر الصحي وقوانين السفر، خاصة بعد أن واجهت هذه القوانين انتقاد من قبل الجمهور البريطاني والجمهور السائح أيضا إلى بريطانيا، وكذلك إلى شركات الطيران التي واجهت خلال الفترة السابقة أزمات اقتصادية نتيجة هذه الشروط. قيود بريطانيا دائما كانت تتغير كل 3 أسابيع بتغيير قوائم السفر التي تعتمد على الألوان كأنها إشارات المرور بين الأحمر والأصفر والأخضر، وهو تصنيف يعتمد فيه وضع البلد ووضع التطعيم في ذلك البلد للسماح للسفر به أو القدوم من خلاله، وإجراء القوانين ضد الذين قادمين من هذه البلدان. ونتيجة التقدم الحاصل والتطعيم المستمر بدأ التغيير، حتى وصلنا إلى تغيير هذا، إزالة هذا القانون، قانون الإشارات المرور، ورفع قوانين الحمراء والصفراء والخضراء واستبدالها بالبلدان الغير مرغوب السفر إليها والبلدان البقية لبقية دول العالم. السعودية، المملكة العربية السعودية من الدول التي لا تعتبر من القائمة الحمراء، والسفر إليها أو القدوم منها إلى المملكة المتحدة يخضع إلى قوانين جديدة هي اعتماد التطعيم لدى المسافر، أي أن يكون كامل التطعيم بجرعتين ومن اللقاحات المعتمدة وهي أسترازينيكا أو فايزر أو موديرنا، وهذه اللقاحات التي اعتمدتها المملكة إضافة إلى التي تعتمدها في مناطق كثيرة من العالم. هنا سيتم على السعودي أو على أي مواطن من الدول التي ليست بالقائمة الحمراء بعد 4 أكتوبر القادم، سيتوجب عليه إثبات أنه حصل على هذه الجرعتين من اللقاح وبمدة لا تقل عن 10 أيام قبل السفر. لا يتوجب عليه أن يجري إجراء فحص PCR قبل السفر، بل سيكون هناك إجراء فحص PCR وبصورة وبأسعار مخفضة أيضا عند وصوله إلى المملكة. أما بالنسبة لاستمارة تعيين الموقع فهي استمارة بسيطة جدا، وهو تحديد معلومات أين الإقامة ومعلومات عامة عن الشخص، يمكن دخول أي مسافر إليها عن طريق الرابط الذي ثبتته السفارة في تغريدتها عبر تويتر. نعم، شكرا جزيلا لك من لندن مراسلنا مهند الراوي.